الجدار، انا شفته يعني، والزوجة هي اللي مساويته، ما هو مقسمته نصين، نص له ونص له، صدقة تحت فراغ مع أيام الأسبوع، استغفار ألف مرة، صلاة الضحى، الصلوات الخمس، الدعاء، قسمته لك وله، الزوج والزوجي، فحط قلم كل يوم اللي بخلص الأمور المفروض عليه بحط إشارة صح. أشوف ما وين هذه البيوت؟ بيجي بقول لك الولد والله ما برد علي، والولد عاق، والولد ما وكذا. إيه طب هذا الولد، شوف سؤال أحد مرة كان في جلسة مثل هذه الجلسات، والعالم يسأل من أي وقت تبدأ تربية الطفل؟ إيمت تبدأ تربية الطفل؟ في حدا بحسن بجاوبنا؟ إيمت تبدأ تربية الطفل؟ قال من اختيار الزوجي، من اختيار الزوجي تبدأ تربية الطفل. فلذلك أنا أوصي أخي أبو أحمد وأوصي العزابي وحتى المتزوجين، البيت يجب أن يكون نموذجي، ننشغل بالأعمال والأصحاب والأصدقاء، ونذهب ونسافر ونأتي، ولكن ولأهلك عليك حقا. فلذلك دائما ضع شروط، ضع أمور هناك في البيت. اليوم في أول ما فوت في ناس مباشر، أضرب لكم مثال، فاق الصبح الزلمة ساوى صفرة الفطور، هذا أول يوم ها صباحية عرسه، وجهز الأمور وكذا وجاب صفرة الفطور وقام فيق الزوجة. لحد الآن هو عم ساوي فطور، صار له بيجي 10 سنين متزوج لحد الآن. ففي أمور متخصصة للمرأة وأمور متخصصة في الرجل، أكيد لا شك، لا شك إلا الأجر يؤجر على ذلك. طبعا دائما وأخيرا أختم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيري وخيري لأهله. الإنسان خيره عندما بكون لأهله، لزوجته، لأهل بيته. فكل حتى شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ترك شيء إلا وعلمنا إياه عليه الصلاة والسلام. اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته صدقة، أكثر من هيك شو بدك؟ الناس تقول لك هذا مركوب، هذا ضحكي عليه، لا لا لا، هذه سنة، هذه سنة. التعامل الزوج مع الزوجة إيش يحتاج؟ يحتاج إلى فن. اليوم نحن مع الأسف مجتمعنا مقصر في هذا الأمر، منعلمه تركي، منعلمه إنجليزي، منعلمه عربي، ومنعلمه طب وهندسي، وما منخلي شيء، ولكن ما علمناش يتعامل مع الزوجة، بخجلوا الناس. لا، لازم نحن يكون في عنا علم فن التعامل مع الزوجة. اليوم أنت إذا تجي لعندك يا أخوي أبو أحمد من غير عائلي، عادات غير، تعاليم غير، أكل شرب متعودي عند أهل شكل، إذا تجي لعندك أنت غريبي، إذا تفوت على بيت غريب، هو صحيح زوجة؟ أنت لازم تعلمها أول يوم، تاني يوم. طبعا ما يخلو بيت، يعني شو اللي فكر البيت اللي ما فيه مشاكل هذا نموذج له النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا، بيته كان فيه مشاكل كثير، تعدي السيدة عائشة وزوجاته والغيرة وكذا يحصل، وهذه تطلب أكثر وهذه تطلب كذا، فبيت فيه مشاكل، ولكن الرجل الحكيم الذي يعرف كيف تحل هذه المشاكل، ما يروح شهر فيها ويدخل فلان وعلان، لا، من أول يوم وثاني يوم بده يحصل، إنه هي ما هي متعلمة، ما هي متعودة. الوصية الأخيرة للرجال أصحاب البنات، ومع الأسف إحنا عنا مثل ومغلوط جدا، أما البنات للممات، هذا غير موافق لا للشرع ولا للعرف ولا للدين، لأنه البنت عند البتربية وتحسن تربيتها هي اللي بتسوقك على الجنة، هي اللي بتسوقك على الجنة. علموا بناتكم كيف يحترمن أزواجهن، شون عند بتعلمها شون تحترم أخوها وأبوها في البيت. انت ما بدك تقول لبكرة الزوج عملي كذا وعملي كذا، بس انت عند اللي بتنصحها وبتعلمها شون تتعامل مع اخوها في البيت وشون تحترم ابوها. مثال صغير سامحوني ولو اطلت، ولكن من باب التعلم، تزوج واحد من الرجال، طبعا هذه كلها قصص واقعية نسمعها في بلادنا، الصبح قدمت ضيف لزوجها وفي الناس موجودين، تفضل
قال له ما بحب القهوة. قلت له عمرينك أنا بشربها. طبعا هاي عمرينك منين متعلمتها؟ لأنه كان تعطيه لأخوه، أخوه يقول له ما بدي قهوة، عمرينك بلا. بس الأب عند اللي بلاحظ وبعلم، فتخرج الزوجة الصالحة. إيه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك وأن يسعدكم ويدخل السرور على قلبكم جميعا ويجزيكم كل خير أن أدخلتم السرور وحضرتم إلى هذا الحفل. والبشرى له أنه في هذه الأشهر المباركة، وأنه ابتدأ حياته ومسيرته الزوجية من بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك التوفيق والسداد والسعادة في الدارين، وأن يزوج العزابية، وأن يزوج البنات، وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. يا أبو يوسف، قد ذقت في شرع الهوى ألم النوى، قد ذقت في شرع الهوى ألم النوى، وطويت ذكر الضعينين فمن طوى. عادي نايمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد ذقت في شرع الهوى ألم النوى، وطويت ذكر الضعينين فمن طوى. عللت نفسي بالرجاء عشية فإذا الصباح بنا رئس القد كوى. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يئس الفؤاد، يئس الفؤاد، يائس الفؤاد من الحياة وبؤسها. فسعيت نحو المصطفى أبغي الدواء. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول طبيب كل معذب. طيب، فإذا الرسول طبيب كل معذب، وبجاهه يحظى الدخيل بما نوى عطفا أبا الأيتام. أنت رجاؤنا من يعش عن ذكراه ذاك فقد غوى. واسمح حبيبي للعيون بنظرة
يحظى بها القلب السقيم من الجوى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمان 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 يا يابا أمان 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 يا يابا. امسك الضيم امسك الضيم وعليك العدا جارا يابا. الجأ لمن للغزالة رحمة جارا يا يابا. امسك الضيم الضيم وعليك العدا جرى يابا. الجأ لمن للغزالة رحمة جرى يابا. يمناه بحرا خضم بالندى جرى. أمان أمان يا يابا. يمناه بحرا خضم بالندى جرى. متى وفى ضامي ورد يا مول يقصد حما ما عاود بخيبة ورد يا با. معنى الحديث اتضح بكتاب أحمد ورد. لا يؤمن المرء ما لم يأمن جارا. أمان أمان يا 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 بيت صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن مسك الضيم وعليك العدا جارا يابا. الجل من للغزالة رحمة جارا يابا. يمنا بحرا خضم بالندى جارا. أمان 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 يا يابا. يا بينا بحرا خضا بالندى جارا. متى وفى ظامي ورد وليكسر حما ما عاود بخيل ورد يا با. معنى الحديث اتضح بكتاب أحمد ورد. لا يؤمن المرء ما لم يأمنه جارا. أمان 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 يا يا با. الله طيب يا قلب إن كان لك عينين وترابين امدح لم للعبا شفعين وترابين يا يا با. يا جنب إن كان لك عينين وترابيم امدح لأهل العبا شفعين وترابيم يا با. يا با مني التحية لهم والآل وترابيم
لو يرتضوني عبد حبل الرجاء وصلت يا يابا واجنبي الزاد والأطلع حنين وصلت يابا نذرا علي انصح يوم وصلت للثنب فاهي عتاب الدار وترابيني يا با يا قلب ان كان لك عينين وترابيني ان دحل وللعباد شفعين وترابيني يابا مني التحية لهم والآل وترابهم أمان أمان أماني يا يابا وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يابا مني التحية لهم والآل وترابهم لو يرتضوني عبد حبل الرجاء وصلت يا يابا واجني بإمزاد والأضلع حنين وصلت يابا نذرا علي انصح يوم وصلت للثنب فاهي عتاب الدار وترابهم يا يابا
حبيبي يا صاح تحظى بالأفرح لون به يا صاح تحظى لذ به يا صاح تحظى بالأفرح لذ به يا صاح تحظى بالأفرح فهو للأرواح سرها سرها والله الله الله ما لنا إلا أحمد والله ما لنا إلا أحمد والله صفوة باري غوث غوثنا والله الله كاشف الكرب أفيع الذنب كاشف الكرب شافيع الذنب أكاشف الكرب شافيع الذنب كاشف الكرب شافيع الذنب أمان 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 يا ويلي أمان 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 يا يا أكن شف الكرب شاف الذنب كاشف الكرب شاف الذنب وهو في الأمة ذخر وذخر ما والله الله ما لنا إلا أحمد والله ما لنا إلا أحمد والله صفوة باري غوثنا غوثنا والله الله بما ارتضي اتني زماني بما ارتضي اتني زماني بما ارتضي فلله يا ذر لا تنقضي مولاي فلله يا ذر لا تنقضي وفي حالة السخط لا في الرضا 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 يبان المحب من المبغض مولاي يبان المحب من المبغض أتاني زماني بما ارتضي أتاني زماني بما ارتضي
فبالله يا دار لا تقوى مولاي فبالله يا دار لا تقوى ويا ليلة الأنس عود لنا ويا ليلة الأنس عود لنا يا ليلة الأنس عود لنا ويا ليلة الأنس عود لنا ويا ليلة الأنس عود 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 لنا ويا ليلة الأنس عود لنا لأن الحبيب علينا رضي مولاي لأن الحبيب علينا رضي أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا دار لا تنقضي مولاي فبالله يا دار لا تنقضي سقنا بكأس الهنا شربة سقنا بكأس الهنا شربة سقنا بكأس الهنا شربة سقنا بكأس الهنا شربة سقنا 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 بكأس لنا شربة سقنا بكأس لنا شربة وعيت بكأس نورا يضيء مولاي وعيت بكأس نورا يضيء أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا دار لا تنقضي مولاي فبالله يا دار لا تنقضي فيا ربي صل على المصطفى فيا ربي صل على المصطفى فيا ربي صل على المصطفى يا ربي صل على المصطفى فيا ربي صل على المصطفى فيا ربي صل على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي مولاي صلاة تدوم ولا تنقضي أتاني زماني بما أرتضي أتاني زماني بما أرتضي فبالله يا دار لا تنقضي مولاي فبالله يا دار لا تنقضي الله الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك طيب طيب يا مصيب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك زخرفت جنة عدن وعدت للمتقين زخرفت جنة عدن وعدت للمتقين زخرفت جنة عدن أعدت للمتقين زخرفت جنة عدن أعدت للمتقين قال ربي فادخلوها بسلام آمنين بسلام آمنين يا نبي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي يا نبي سلام عليك
حبيب يا رسول سلام عليه، يا حبيب الله سلام عليه، صلوات الله عليه، صلوات الله عليه. أيها